معكم وافي عبد الحميد مدرب جودو تزامس في التاريخين والمناسب العام لمحافظة الشرقية رياضة كفور كينجو حي رئيس الاتحاد المصري للجودو والأكيدو والسومو مهندس مطيع فخر الدين حي رئيس الاتحاد المصري للكينجو حاسب إيهاب حيات. دي بعض الحركات الأساسية اللي بستخدمها في تاتش وازا ودي اللي بتبقى تاتش وازا بتبقى حركات الرمي كلها بتبقى من وضع الهوف ما بتنزلش فيها في الأرض. في بعض الحركات بينزل فيها في الأرض لكن دي بعض الحركات الأساسية اللي احنا مهمة للجودو واللي بتتقسم بعد كده لتي وازا وشي وازا وأش وازا. كل بعض الحركات اللي هنستخدمها دلوقتي كلها من وضع الهوف زي البون سلالي السيناجي فيه منها او السيناجي او عيد السيناجي زي ما بنقول عليها في جودو في منها يكون سيناجي ودي اللي بدخل فيها تحت كده زي ما انا عملت ممكن باخد رئتين مع بعض اسمها بورتين مع سيناجي ممكن باخد الرئه الثانيه عشان ادخل ايجي سيناجي ورئتين سيناجي كوشي بورما ممكن امسك من ورا او كوشي يا معرفش هاني وشي دي واحد فيها رينج هنا هاراي كوشي What's wrong? You have to fear that I'm going to go. بعد ممكن هنا بطلع تاني بعدين او بطلع تاني Thank you.
اتش هنا ضمن الجمع الرقم وشي وزن حركة الوسط أشي وزن حركة البريد. كده كنا قدمنا أهم الحركات الموجودة في الجودو، مش كلها لكن بنقول أهمها أو أغلبها نقدر نستخدمها في الجودو، نقدر نستخدمها في الفول كم. شكرا لكم، شكرا رئيس الاتحاد المصري للجودو جعفر الدين، ورئيس الاتحاد المصري للكيمبو كابتن المهندس إيهاب عيادة. كان معكم وفاق الحميد من الجودو حزام اسود ده 2. شكرا جزيلا.